واحد من الشخصيات القريبة جدا جدا من قلبنا، واحد من الشخصيات المحترمة جدا جدا، ابن نادي الزمالك. ونادي الزمالك وقت ما يشاور يلاقي الكابتن محمد صلاح، أي ما يكون الفرقة اللي بيمرنها، الناس تنتقده، الناس تهاجمه، هو ملوش دعوة، قال لك عم أنا بحب اللون الأبيض، الأبيض يطلبني أنا موجود في أي وقت. الكابتن محمد صلاح وهو لعيب كرة كان جامد جدا جدا، أجيال كتير طالعة شافت الكابتن محمد صلاح مدرب، بس أنا ما تعرفش تاريخ كرة القدم ومدى إمتاعه في الملاعب. كان واحد من اللعيبة الجامدة جدا الحقيقة في مصر وفي نادي الزمالك. يا كابتن محمد منور الكون. ربنا يخليك يا كابتن، وحش. عارف إنك تعبان وجيت عشان خاطرنا. ربنا يخليك. عارف بقى تقديرك عندنا كبير جدا جدا زي ما أنت بتقدر. ربنا يخليك يا رب. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله تمام. وحشني. الله يخليك يا مريم. أخش معاك في الموضوع على طول، نتكلم في الفني ونتكلم في الكورة، رأيك إيه في الزمالك؟ لغاية ماتش جورمايا كويس قوي. فترة يعني لغاية ماتش جورمايا. برافو عليك. لما بتخش في بطولتين يا ابراهيم او ثلاثة لازم عندك كم كبير من اللعيبة. الاشتراك الزمالك عنده لعيبة كبيرة، بس الراجل والاجانب داعمهم او يمكن هم ماخدين على كده، بيبقى عنده 13 14 لعيب بيحاول يحافظ عليهم وبيسيب الباقي يتمرن. فبيجي في فترة اصابات او طرد او مرض نزل برد، ما بلاقيش لعيبة تانية بالمستوى، او ما بيتمش تجهيز اللعيبه بمستوى اللي موجود عنده، فبيحصل الدروب ده. الحاجه الثانيه لما يبقى عندك فرقه ماشيه كويس قوي قوي وبتيجي للتوب فورم لازم تنزل ما لم يتم تغيير بعض اللعيبه لخلق منافسه جديده، نسميه بقى روتيشن، نسميه تغيير، نسميه اي حاجه. الروتيشن ده لا انا ما اعملوش. ده بتعملوش؟ لا عشان المسابقات عندنا منتظمه شويه، يعني كل خميس. وبعدين الروتيشن مطلوب وموجود، بس امتى وكم اللعيبه بتتغير؟ ما اقدرش تغير نص فرقه، ممكن تغير اتنين تلاته زي ما بقول لك لخلق منافسه جديده، عشان لا انت تعرف ان انت اساسي ولا اللي ما بيلعبش يفقد الامل ان هو مش يلعب، فبتعمل تجديد ابديت للعيبه في الملعب عشان تاخد نتائج، وده اللي ما حصلش. طب هو دلوقتي يا كابتن الراجل بيلعب كل ثلاث ماتشات، كل ثلاث ايام، وعلى فكره احيانا يومين، يعني هو لعب اعتقد ماتش الجيش 72 ساعه. 72 ساعه او وقت ضيق جدا جدا. هل انا امرن امتى واحط تكتيك امتى واعمل روتيشن امتى؟ ما برضو الناس بتسال، وانت حاجه مدير فني كبير ازاي؟ شوف المشكله مش في الايام. ليه؟ انت بتيجي تستلم الفرقه بيجي لك جدول من الاتحاد من اول السنه، الماتشات ثابته، فانت عامل حسابك في فتره الاعداد الاوليه ان انت هتلعب كل 3 ايام مباراه، فبتعمل احمالك على كده، زائد تجهيز البديل الجيد اللي يقدر يمشي معاك طول الموسم. عندك طوارئ بنسويها طوارئ اصابات، زي ما قلت لك ايقافات دي غصب عنك. ماشي. الجهاز اللي معاك لازم يبقى على مستوى او ماشي في خط معاك في الاحمال وفي تجهيز اللعيبه نفسيا وفنيا كويس، حتى اللي هيجي يلعب ما تقولوش في نفس اليوم، انت لازم تقول له قبليها بيومين ماشي عشان يتم اعداده. الكلام ده ما بيحصلش. لكن هتيجي تقول لي كل فرقه بتلعب كل 3 ايام ماتش، الروتيشن مش موجود في نادي الزمالك صح؟ الا لما بنقول بتضلين نجيب ايمن حفني، مش عارف مدبولي، مش عارف مدبولي فين، مش عارف، محدش عارف، في ناس اختفت. عنتر ولازال يمكن، وعنتر يمكن، عشان كده المستشار عمل اجتماع بعد مباراه حسين ضاي اعتقد، او بعد حسين ضاي، عشان يشوف اللعيبه الثانيه فين اللي ممكن تمشي مع اللعيبه اللي بتلعب اساسيه. وانت عندك كان في ماتش لعبناه ما كانش فيه طارق حامد، النجوم طارق حامد وكهربا واعتقد مش عارف لعيب تاني، اثروا وكسبت بالعافيه 1-0. هنا بيجي دور المدرب في تقنين الاحمال، ممكن تتمرنش بس تحافظ على الفورمه بتاعت اللعيبه كويس، يعني ما تقدرش تدي احمال اللي هيلعب بعد يومين ما عندكش اسبوع. فهنا لازم تجيب تشيل من التسعة اللي انت بتلعبها او العشرة اتنين او تلاتة ايا كان، حتى لو كان كويس عشان انت ممكن تحافظ عليه، وتجيب اتنين تغيرهم وبعدين تدخل اتنين كمان لغاية ما تقيم على الفرقة، وبعدين يعني ترجع الفرقة تانية لتشكيل السبب بتاعها. تتكلم على انك علشان تدخل جوه الفرقة تعمل فيها تبديل وتوافيق بالبلدي كده بتاعتنا، محتاج على محور اتنين تلاتة لعيبة بالكتير. بس وامتى؟ اصل الناس بتقول ايه مثلا لو محمد صلاح بيلعب كسبني يتشال ليه؟ لا ده بالعكس، ده نحافظ عليه ممكن يتعور وممكن يحصل له تشبع ان هو بيلعب وبيكسبك خلاص مفيش بديل ليه لو حصل له حاجه. وده اللي بيحصل دلوقتي كويس، ان اللي نازل هو بيتمرن كويس بس مش مجهز انه يلعب، لانه حاسس انه هيلعب النهارده كبديل ويقعد تاني
كويس. لكن لازم يبقى في عدل في ان اللي بيجيد في الملعب يا ابراهيم لازم يكمل ويلعب عشان تحافظ على الفرقه. كويس قوي. طيب عايز اسالك بقى رايك ايه في كريستيان جروس كمدير فني قارئ للملعب، بتقيمه ازاي؟ انا قلت لك احنا مش هنتكلم غير في الكوره. لا انا هقول لك على كلمه. قول لي. كل المدربين دلوقتي هيقولوا انا صح. تقييم مدرب مصري او اجنبي حسب النتيجه. بيكسب النتيجه، بيكسب وعنده اخطاء محدش داري. لكن لو كويس وبيخسر بيتحاسب. فالنتيجه هي التقييم الجيد للمدرب سواء اجنبي او مصري. النتيجه وده عيب. النتيجه بس ده عيب. طب المفروض نقيم ازاي؟ على الاقل كل دور او كل ست شهور. وبعدين خلي بالك انت لازم تشوف التدريبات عشان تقيم المدرب. يعني حرام دلوقتي لما تيجي تقول لي قيم فلان. انا مش عايش معاه، لكن ممكن اقيمه من خلال المباراه، تغييراته او التكتيك. خلاص التكتيك مش باين في اهلي وزمالك قوي يا ابراهيم، لان انت عندك كم من اللعيبه المهاريه. خلاص الا لو انت فرضت اسلوبك لازم تعمل كذا، وغالبا ما بتحصلش في اهلي وزمالك غير 50%. التقييم الثاني ان انت بتكسب والاول وفتره كبيره جدا، واشدنا كلنا بيه، انا عن نفسي اشدت بهدوء وهو واقف بيدير المباراه. لكن ثبت بعد كده ان هو بيغير تغييرين بس ومفيش غير اللعيبه دي. وبيغير يعني بعد دقيقه واحد بواحد بعد 65 65. ويمكن يمكن يوسف اللي كلمك ده اللي بيعشقك ده حبيبي قال لي قول له ان احنا في مصر التغيير ثلاثه. فحد قلت له يمكن يا يوسف يعني بيخلي ماسك تغيير للحارس يمكن يحصل حاجه. كابتن. والناس ملاحظه ان هو بعد الدقيقه 60 او 65 دي بترجع للمدرب. ممكن المدرب يغير بين الشوطين حسب، بس انت عشان بتكسب فالتغييرات عندك بتبقى ايه يعني، تبقى زي ما بنقول بالبلد بخلان شويه في التغييرات. لكن دي حقيقه ان هو على طول بيغير مرتين بس وبيغير متاخر، لكن في الاخر كان بيكسب. لكن هي الحاجات دي الملاحظات دي كلها خدناها او شفناها او الناس اتكلمت عليها بعد جورمايا واللي حصل في النتائج، يمكن ما كسبناش غير ماتش النجوم بس. بس ليه المستوى الفني لنادي الزمالك في حاله تذبذب؟ جورمايا ومكسب النجوم كان بصعوبه.